دان تودو هالكا يجرتو بقاوحان كسوة قبا قبينية تاقيريد أغازكينا تاقيريد بلشدين ملكستو أي جوغان إنا نودمانتين إسوادا كاشانو كشاقينو مدني مدين سيدا سواسيدا كليا قولكو قاري كرنو واد ماتسنت هادان وقراتكو قرفين تشيديسة نفتا قب قبلين تقوانكا كماكتا أغو قرم دوبين قبلها هما يالحن كاد قدن ويدي ما قارن من نوليكم كيسة دادالي هادو قبتيسة هادان قرفينين وحي قل دلالو جيس دادا كموغدا نلوشو قلن ميسا قداتي بنيسو ميرا هلاما قوستو هادان تعب قارن نفلوه قلينينين لبتا دعانا يسأينا كندي جيدا قوغا شوغا توستقر ويهي مهيمة قردادي هنكاقا قرقاد هميجيسا هادانا دقعلينين بورتا قرديدا قرقورد كتيكسو سياد مرو قادو قوشي هيقاقا قب ويهي نفتاد قربانا أوليادا دروف دا قميسينا كا قيوتو واربالان تينو واحا ويهيان إنا ينو أوضل طولنو وبالله توفيق أنا قوستقا سنجير بانا حي إن بدن بان مقليي هل كو نولشة سمرون قوميات سمرون هل كو كججري وقت وما هيستو إنا وحكا تابتو كا وحا خسم نقطي إن سمرون ميلو جوغبا لو شيغو وغاسكو إنو يهي شعار كمدن مدى يهوغان كسامرون او باهن يهي ان لا اسغرب تاغو مغعيسا كور لو قادو وخي معاونه او باهن يهي لاغو تاغيرو ددوينا شرفت له اي هلكن اسكو يمدي وان سلام يا قدغي مرك ورئيسة وحن كوسو وحن إن سلامية إن أوجاسكا أوجاس عبد الرشيد وحن سورد وينيا هذا الكي أو كو هذا لي إيه عضا إيه قحنا إن مقدق كجرين إيه أها دول خيجا هلا نوغا بحو إن أوجاس عبد الرشيد هذا الكاو كو هادلي وهذا الكي حقها يا درين كي بلشدا ايو كترجميا مركا واس وحليها واس عبد الرشيد ان وادنا شرفتي دتكاغي مقامكي اتاغنيد باد كو شرفتي وانا ظهي لسي وي هذا الكاسي ميل كاستا وا لغا مقلي جيبوتي با لغا مقلي ايتوبيا لغا مقلي صومالي با لغا مقلي عيد ول ميشي دونتها جوجتي وفرحت قلي مركان محله وياس الله وبركيه واد ما سنتاي ديا حبودكي سليم هانكي دلحيس كوتي ادبغيا كسمه استيه غوب دغا هلكني اي اسوما ودا حتو هو سوريا ذهب كنيغا سرها داه دهر يبا بورتيا هايسكالي سياسة دوني ديا هلو سهل تغا علمي غلاغ سارا تغيو سين سياحة يقان بلا حسام روح سعيد سلطان دي سيلا عرقي سامي قول لها ديوانك يا دليم بايرتها هاريخ لداها بعني وقاس يديك لا دمه يدوغا هاشنشيري طلبة اللي وديهاي وديا اللي وديهاي عقالبة اللي وديهاني وديك اي حكومها وديك عاقل كيسا حكومها عاقل كيسا حكومها عاقل كيسا حكومها وقاس كاينا ودا حكومها وكا ودا سميا إن سومالان ay isku koobayeen hal reer oo ay dadka kale u la dhaqmayeen si ay yihiin dad macnaha
aan waxba kula hayno laakiin degan kamida kaliya wan marka anigu waxaan oran lahaa goob hada dagaal baa laga ka socdo qoyigi waa taad ogtihiin de khaatuma waa iska dhamaatay inkastoo hadeer wali ay isimadii beesha reer shaqa sax ay leeyihiin een dagaalkii qabiil buu isu bedelay waad ogtihiin oo wax qarsoon ma aha arrintan awdal baryahanna xasaasiyad baa iska jirta marka waxaan kula talin lahaa dowladda Soomaaliland ama reer Soomaaliland war si dhibka looga badbaado horta doorashadiinnii idinku aad dhigan jirteen bal dhiga oo bal systemkan iyo waxaan si aad uga baxdaan rejiimkan haddii jiray dagaalka cid walba kula la gelaya waxaan kaloo idiin sheegayaa inay waqtigan la gaaray 2023 inaan qabiilna qabiil u dowladaynayn sidii aan midnimada u lahayn USB ay ahayd inaan qabiil inoo labadeenu gobol midna uu noo dowladaynin inay haddana sidii ku soo noqoto insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay reer awdal guud iyo gobonnimo midnimada gala sida ugaasku idiin sheegay raaca oo daba gala haddu aa la yidhaahdo noqda kuwii ugaaska warkiisa maqla waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh